رسالة لجلحة. يا جلحة، كيف حالك؟ إن شاء الله تمام. أنا طبعا الفترة دي كلها وأنا متابعك من زمان، كنت في ليبيا، شفت كيف؟ وبتذكر مرة عندك فيديوهات كتيرة وعملتها في مظلة في حوش كبير، ومعاك عندك عربات وعندك كده، ودائما لغتك السودان وأهل السودان الشرفاء والشعب السوداني، وأنت رجل واضح إنك يعني ابن كردفان، وكردفان دي ما بتجيب أي زول معيق، ولو إنك أنت مسيري من أبناء المسيرية اللي فيه الناس جزء في الدعم السريع. فنحن يا جلحة بنتوسم إن شاء الله فيك خير، ولغتك لغة شجعان ولغة أبطال. ده الجانب الثاني، نحن ما شفنا عليك يا جلحة والناس الغايدهم ديل انتهاك لعروض الناس، ودائما كلامك يعني كلام ناس رجال، فيه نخوة فيه رجالة وفيه شهامة، وانت صراحة فيك مواصفات السوداني يعني مقنع الكاشفات وخال فاطمة، شفت كيف؟ فأنا أدعوك يا جلحة إنك أرض السلاح وتنضم لقوات الشعب المسلح، ويتم دمجك حسب اللوائح والقوانين والمقاييس التي تنظم عمل القوات المسلحة. فأنا أشوف فيك يعني رجل شجاع، وأشوف فيك رجل غايد، وأشوف فيك رجل وطني. فرسالتي دي أتمنى يا جماعة أي زول يسمعها ينشرها عشان تصل لجلحة. يا جلحة الناس دي ما بيشبهوك، والله الأفعال اللي بيسووا فيها الجنجويد دي والله ما بتشبهك، ولا أخلاق الشجعان، وأنت قلت الشجعان كردفان، والعمل اللي بيقوموا به ده والله ما بيشبه أولاد كردفان. ونحن أولاد كردفان شفناهم وتربوا معانا وقروا معانا في حلفة جديدة في الزراعية، وقروا معانا مع الشنبات الزراعي، وشفناهم في المشاريع، وشفناهم في الأسواق في البقالات تجار وأساتذة، شفت كيف؟ وشفناهم رجال شجعان وتجار وأولاد بلد. فيا أخي الشغل اللي بيقوموا به والجنجويد ديل والله ما بيشبهك، والناس ديل كلهم جاي من غرب إفريقيا، وجاي من تشاد، وجاي من النيجر، وجاي من إفريقيا الوسطى. الناس دي يا أخوي هوي والله لا عندهم عروض ولا عندهم نهر خايفين عليهم ولا ده ولا ده. دحين يا أخوي أنت أرض السلاح، وشفت بيتعاملوا معك كيف؟ في النهاية قالوا أنت جندي عادي، وقالوا ما بتمثل أي حاجة، وقالوا أنت ما غايب. فيا أخي أنت غايب وأنت جنرال وأنت يعني عسكري ورجل فاهم وعندك أخلاق العسكرية، فأنا أناشدك بأنه أرض السلاح تمشي كردفان، تمشي بابنوسة، تمشي الأبيض، تمشي الفولة من هناك، ويا أخي الناس يجوك وتنضم وتندمج لقوات الشعب المسلحة، وتبقى قوة ضاربة تجاه هذه الممارسات السيئة التي لا تشبه كردفان وأبناء كردفان وأخلاق كردفان. فهذه رسالة أخوية في الله، وأنت رجل من البدو ومن الأغاليم ومن الأرياف ومن المهمشين، ودي رسالة مني أنا كواحد من أبناء الله. ولو إنه أنا أنت ما بتشبه كيكا، أنا كيكا ده مو دعمي وكيكا ده مو شكري، أنا بشوفك إنك أنت أرجل من كيكا وأشجع من كيكا ورجل ذكران أفضل بمراحل من كيكا. فيا جلحة أنا رأيي لك واعتبرني مستشار ليك، أنا مستشار يا زول يا قوات الشعب المسلحة، أفتحوا الباب لجلحة خلوه ينضم لقوات الشعب المسلحة، ابن من أبناء كردفان الغرة وكردفان الشجاعة وكردفان الأخلاق وكردفان الوطنية. ومرحب بجلحة ضابط في يعني قوات الشعب المسلح. طب قران وضع البطاقة تدعمي هم تختار محل ودوك وين؟ هم تقول يا اخي والله العظيم انا جيت سلا انت في شندي داير، انا استغل في شندي اقعد في شندي. لا الشغله لسه مدوره ولسه الحرب دي مدوره، يودوك حته ثانيه، يوديك حته ثانيه طالما انك رجعت على طريق الحق وفي تعليمات وتوجيهات زي دي تمشي ما في مشكله. طيب الحاجه الثانيه، الخلايا النايمه الموجوده في شندي، الاجهزه الامنيه الموجوده في شندي،
لابد من تكثيف العمل في الأيام دي بالذات. تكثيف العمل شندي فيها جيش، فيها جيش، أنا مقتنع تماما فيها جيش. شندي دي كونه النازل يخشوها كان قال كده غضابين ما بيقدروا على، لكن الحفر من الداخل بس دي المصيبة. الحفر من الداخل وشغل الخلايا النايمة ده بالمناسبة ممكن يحدث ربكة، وده أخطر حاجة، ده أخطر حاجة نحن يومين بنحذر منه. الارتكازات والتفتيش، عدم المجاملة، هويتك جاي من وين، كنت وين، قعدت وين، جيت من وين، إيجارات، إيجارات بتصديق من الأجهزة الأمنية بالشرطة، يعملوا لك فحص أمني عديل طالما إنك أنت ما من منطقة شنددي، جاي من برا، جاي من برا نازح، جاي من برا. طوالي تراجع مراكز الإيواء الموجودة هناك برضو، تتم الرقابة وتشكيل لجان وكده. مهم نوم ما في أي وجوه غريبة اشتبهت فيها طوالي، في حاجة في عندك حق، حاجة اسمها اشتباه، تحط الزول في اشتباه تتحقق منه لحد ما تعرف انه الزول اللي جاي من وين وماشي وين وداري يعمل شنو. ده المطلوب. فوضى ما بتنفع، فوضى ما بتنفع. طيب عندك الشوك بيغادي برضه، شوفك ده انا زي ما قلت لكم دي قنبله مضغوطه والله، شايفكم هناك قال الجماعه اللي بيتكلم فيه مفتوح بلاغ، افتحوا مليار بلاغ. هوي ناس الشوك كميه منكم طوابير، انا بقول لكم عادل مليار بلاغ افتحوها تستهبلوا ولا شنو؟ ورئيس دوله واجهز امنيه نحن وقفنا منها، انا خاف من بلاغاتكم انتوا، بلاغ في منو؟ بلاغ في منو؟ طوال يتم تتم النظافه. أجنبي تترحل تمشي بلدك، أجنبي ده شفته كان رسمت على السودان ده فيه راسك، سودانيين زادوا مثل الحوايج اللي جيتوا السودان ديل، السودانيين زادوا في بلدكم هناك وديتهم ظروف الحرب، أنت عندك هنا شنو؟ سؤال حفاظا على حياتك أمرك لنا بس من البلد دي، لا في زول بدقلك، لا في زول بزلك، ولا في زول عنده معك حاجة، طوالي تملك تمشي تخالد تمشي، شوف لك شغلتك ده. ده المطلوب. عطبرة، حلفة، مروي برضو شدوا حيلكم. القبضة الأمنية تأمين نايمين ليش؟ عساكر ما ينوموا. بورتو السودان شايفكم عاملين عرض ناس الشرطة نازل ما شاء الله تبارك الله وتركة ترى النازل اللي استفيدوا منهم 40 قدام طلعوهم دورة بتاعت قتال شوارع وحرب مدن الفترة النايمين فيها سايدي، أي زول عمل إلحاق هناك دربوا طوال أرموا قدام. أنت جاي داير تعمل إلحاق آلاف مؤلف بورتو السودان ليش؟ تمشي قدام تقاتل زي ما ناس العمل الخاص اللي قاعدين يقاتلوا، تمشي تقاتل معاهم هناك تبع بوليس مقاتل يا زلمه. جيت عملت الحاق ده يحط لك شرط عادل يقول لك عملت الحاق صح دار مرتب هاي انت عسكري بالتوجيهات تمشي زي ما زمان الكيزان كان بيعملوا حاجه اسمها دعم سلام، انت بوليس ده ومزوق بودوك ما في حاجه اسمها زول ده بوليس ما بقاتل، لا البوليس ده بضرب اي نوع من انواع الاسلحه يمشي يرمي قدام. عملت الحاق في بورتو السودان يتحروا منك ما ثبت انك عندك جريمه قبل اليوم كويس، ما في حاجه ذات اسمها يعني يجيبوا فلان يشهد عليه القسم، اكثر ناس ممكن يشهد زور ده البوليس انا اشتغلت فيهم، عساكر البوليس عادي يحلف عادي بطلص الا من رحم ربي، الا من رحم ربي شفته في البوليس زيل حتى تلقاهم ناس دغريين كده قله بتعدوا في الاصابع، تجيب لك زول تقول له قال احلف انه الزول ده قبل اليوم شفته في الهنا ولا كان زميلك، تقول اي تجيب لك مساعد ولا تجيب لك وكيل عريف ولا هنا يشهد لك، ده كلام فارغ ساي. استيعاب الشرطه الامنيه عندك دار الشرطه هناك، جيبوا اي جيبوا الشرطه الامنيه دي كلها حطوها هناك. جيت كويس كويس جيت عملت الحق طوالي فحص امني، كنت وين طلعت من وين المناطق اللي قعدت فيها وين عملت شنو كنت تابع لوين، عندك اثبات عندك ما يثبت طيب كده، لكن شغله بتاعت هاي انا بوليس خلاص ضمه ده ده الشغل ذاته، شفت البوليس ذاته فيهم خلايا نايمه، فيهم ذاتهم خلايا نايمه، انا البوليس بعرفه كويس فيهم خلايا نايمه. اليوم دي قبض واحد رائد رائد عديل ده اسمه شنو؟ طلع تبع الجنجه، واحده برضه طلعت تبع الجنجة وعاملة 93 منتحلة صفة صفة ضابط شرطة، ولا ضابط شرطة اللي عندها علاقة بضباط الشرطة، فهذا الاختراق ذاته بتم هنا. يبقى الشغلة دي دايرة نظافة دايرة بل يا زول، ما في حاجة اسمها هزار بوليس. ايوه نعم دربوك ترمي قدام مالك
هو المستنفرين بموت. انت زول قبل اليوم صارف من الدولة دي قريب 500,000 مرتب، ده زمنك زاده. طيب نرجع للموضوع بتاعنا بتاع التفاوض يا اخواننا، عشان نكون صريحين معاكم وخطوكم في الصورة. التفاوض ده البرهان عليه ضغوطات، والله العظيم امريكا داخله بيت وقوله في الموضوع. انا بقول لك عادل والله، وانا والله العظيم البرهان ده ما بقت عندي ثقه، لان البرهان ده شغال 75% سياسه و 25% عسكريه. قول لك عادل، 75% سياسه و 25% عسكريه. يعني احنا والله العظيم اي اتفاق مع الميليشيا ده احنا ضده. ضده تفاوض على شنو؟ تتفق على شنو؟ تتفق على شنو؟ تفاوض على شنو؟ تفاوض على الاعراض اللي انتهكت، تفاوض على الارواح والشهداء اللي فقدناهم، تفاوض على الاستهتار والاساءه، تفاوض على شنو؟ ماسكين عساكر جابهم بقول له قول برهان ده كده الكلمه الشينه دي، قال ده تفاوضهم. جندي، جندي شنو؟ مرتزق في الوطن ما قادر يمشي، يطلع يخاطبك انت باسمك رئيس مجلس السيادة وقائد عام القوات المسلحة ويقل أدبه معاك، ما عندك قلب أنت؟ عساكرك ماشيين معاك من جنود من وقتك اللي كنت رايد، ماشيين معاك فقدتهم في القصر حرس الرئاسة ديل، ما عندك غير عليهم؟ الألوية اللي فقدتهم ياسر، كمية من الألوية ياسر أيوب وغيرهم 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 وغيرهم، برداف العقدة والعمدة وال الملازمين والملازمين اوائل والرواد وكله كله، بالاضافه للجنود وضباط الصف كله ديل كلهم. ننسى الموضوع بتاعه بنيجي نتفاوض معاك انت؟ تتفاوض مع منو؟ اجانب؟ انت اللي بتيجي تقول لي ندمج الناس دي، ندمج اجانب في جيش